دير لحظات قليلة، احنا في البث المباشر اخشي قبل ما يلتحق بنا السادة المشاهدين الكرام. دابا انتي تصدمتي جوج مرات، الصدمة الاولى والصدمة الثانية دابا ديال الدرياك هادي، هذا دشا بيني وبينك، رأيتهم يلتحقوا بين الناس. إذن تحية من جديد أجدد، ترحب بكل السادة المشاهدين الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء لقناة الشعب، قناة شوف تي في، أينما كنتم في كل مكان داخل أو خارج أرض الوطن، مباشرة من هنا من مدينة سوق سبت ولاد النما بإقليم الفقيه بن صالح. فشابة في عمر 34 سنة كانت مزوجة واحد السيد على سنة الله ورسوله، بدات بيناتهم مشاكل، تفارقوا، داها لإسبانيا، عاشت معاه واحد المدة. الصدمة الأولى جاتها فاش جابها للمغرب وحيد لها الأوراق ديالها وحيد لها الباسبور، يعني سنة 2015 ياك. الصدمة الثانية هي أنه عنده وليد وبنيته، الوليد 14 سنة، البنيته 7 سنوات ونصف. الوليد جابوا ليها بحكم أنه يعني دار واحد الالتزام بيناتهم، فالوليد تيقرا ليه في إسبانيا، عنده الجنسية الإسبانية، خالق تما، كان تيقرا تماك السنة الدراسية الموسم الدراسي، قال ليها جي تمشي دوز العطلة في المغرب، فاش غيجي الدري ماشي هو اللي جابو، غيسلو مع بني عمو. من بعد غادي تكون الصدمة الثانية اللي قوية على هاد السيدة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، غادي يدي ليه الأوراق ديالو حتى هو، غيدي ليه الباسبور اللي هو من جنسية إسبانية، وغادي يخليه ليها وغادي يقول لهم سيو تبيعوا الميكا ولا شي حاجة وخليه. تفضلي أختي. مرحبا. السلام عليكم، أنا مريم، عندي 34 سنة، تزوجت على 17 عام بواحد السيد من إقليم هنايا ديالنا ديال سوق السبس. المهم داني مع الإسبانية، كان من الخلاطه قلتي لي من الخلاطه داني لاسبانيا، كنت عايشه انا وياه، عندنا مشاكل. انت داكش منها داني؟ تزوجنا في 2008، بحال داني في 2009. مشيت. المهم كنا عايشين، كانوا عندنا مشاكل السيد واحد شويه تحكر بزاف. المهم كانوا عندنا مشاكل، من بعد عامين ديال الزواج ولدت الولد، من بعد ما ولدت الولد ولاو المشاكل غاديين كيتزادوا. كان تيضربني وهذا، التجأت القضاء تما. المهم دخلت العائله وهذا عقب. شنو المدينه فين كنتو تسكنوا؟ في اراندا دي دويرو، النواحي ديال بورغوس، جيش مدريد. قريبه لمدريد واحد شويه. بقينا هكاك، من بعد سمحت ليه هبطنا للمغرب، دا لي الوراق والباسبور وخلاني. 2000 2015 هذه الصدمة الأولى دالي الوراق. الصدمة الأولى دالي الوراق. أنا جيتو يعني بحب جايين على 22 يوم ديال الكونجي. أييه ما قال لك والو في الطريق؟ ما قال لي حتى شي حاجة، جاي مخطط حتى تقدينا، وكيما اليوم الغد غادي عاد قال لي. رجعت لدارو ما لقيت حتى حاجة، لا أوراق لا باسبور لا حل مدني، لا ما لقيتوش مشى، أول وثائق ما لقيتوش. يعني هو كان جاي جايبك وتيخطط لك باش يلحق هنا ويزيد. وتيخطط. باقي مزوجين ديك الساعة. وباقي مزوجين. 2015. 2015. من بعد اش وقع في 2017؟ في 2017 طلقنا. ملي طلقنا. جا هو المغرب، خلاك هنا. مشى هو، خلاني هنايا. من بعد عاود اتصل بيا قال لي الدري قرا زعما هنايا، حتى نديرو نديك، هو غير بغى الورق حتى يوفاو ليا. بقينا هنا، الدري كيقرا. مني حملت بالبنت. جا هو على غفله حملت بالبنت، قال لي حيديها طيحي بنادم. ملي انا ما بغيت صافي، مابقاش كيهضر معايا، نقص ليا المصروف. بقينا هكاك، ولدت نهار كامل الدريه 40 يوم، انا باقا في بيت الزوجيه، صيفط ليا هو استدعاء الطلاق لدارنا، لدار والديا، ماشي للبيت الزوجيه فين كاين انا. المهم طلقنا، بقاو الدراري عندي بجوج. من بعد قرا الدري هنا حتى الخامس، ملي وصل واحد بيطلع السادس عيط ليه، قلت ليه جدي جده، درنا التزام على الاساس الدري كيقرا عنده. الدري خالق فين؟ في اسبانيا. عنده الاوراق ديالو، عنده الجنسيه الاسبانيه، يعني عنده باسبور حمر. عنده باسبور حمر، عنده تعريف اسباني، عنده تعريف اسباني. طيب صافي جده،
صافي الدري تيقرا عنده تيجيبوا ليا في العطل، تيقرا عنده التزام. انتوا كتبتوا شي التزام؟ عندنا التزام كاتبينه مقاليزينه مقاد لانه الدري يقرا عنده تيقرا عنده السنه الدراسيه كيجيبوا لي انايا في العطل. العطل اي اش غيدير لي هذا العام؟ هذا العام صيفطوا نهار 11 شهر 8 الدري دخل المغرب صيفطوا. شكون اللي قال له اخو بغيت نمشي للمغرب ولا بغيت ندوز العطله ولا؟ هو اللي قال لي سير. صافي الدري جاي مع ولد عم باه جابو طرقل طرقل دار جدو جلس عندهم يومين. النهار الثالث جابوه لي انايا، انا الدري ما كاينش عندي الورق ديالو ولا الباسبور ديالو اولا شي حاجه. جا عندي الدري المهم جلس رجع عند دار جدو عاود جا عندي عاود رجع عندهم لقى الدري اللي جا معاه مشى لقى عمو مشى ويعيط لي قال لي بابا القرايه بغات تبدا وانا مازال انت غتجي ديني. قال لي ما غنجيش نديك. علاش؟ قال لي ما غنجيش نديك سير تبيع الميكا ولا تشفر في السوق تتكمل 18 عام ونتلاقاو في المطار ونعطيهم لك وسير تخدم في العنب بحكم ان المنطقه فين ساكن هو فيها فيها العنب زعما ديك البلاصه زعما وسير تخدم في الفلاحه بهذا المعنى هذا. ما هيئوش قبل ما يجيبوا لي يقول لي راه غنديك تقرا في المغرب او لا جاب لي شي واثقه باش يقرا في المغرب او لا شي قرا. دابا واش من في الثامنه الثامن ديالو هو هذا خويا ما كان. انا مشيت للقنصليه وقالوا لي الاجراءات اللي ندير وانا كندير فيهم وكنتمنى من السلطات حتى هما يساعدوني يوقفوا في جنبي. راه دري هذا يا وقاس بلا قرايه بلا والو حياته ضاعت اش يضل جالس في الدار اش يدير. نتمنى من الله والناس يعاونوني يوقفوا في جنبي. انت اللي مشيت عند السيد وكيل جلاله الملك؟ مشيت الاجراءات اللي قالوا قضيت قضيت الاجراءات ولكن دابا فين حصلت؟ بحال ما مسرعينش ديال الاجراءات باش نسربي باش نشد الوثائق اللي رد القنصليه باش يعاونوا الدري باش يرجع يكمل قرايته. كان مشي لهنا كيقول قال لا سيري هنا كان مشي هنا كيقول قال لا سيري هنايا. فاش مشيتي للمحكمه ورجعوا المسطره ديالك للوكيل اش وقع؟ قال لي التحقيق ما كاملش رد الدوسي للجندارم. الجندارم ديالاش؟ ديال ولاد عياد. ولاد عياد؟ اقليم اقليم في قبل صالح الكراك الملكي ديال ولاد عياد. اقليم في قبل صالح ولاد عياد سوق السبت اقليم في قبل صالح. مال هاد الكراك الملكي واش ما دايروش معاك المسطره كما يجب؟ خويا انا عاودت لهم شنو واقع من بعد ما رجع الدوسي لهنايا للوكيل قال لك الاجراء التحقيق فيه ما كاملش ردوا لهم باش يعاودوا يكملوا التحقيق. مازال ما كملوش التحقيق؟ مازال مازال. وخويا ما عرفتش انايا انا الدري كيضيع وانا طلبتهم قلت مع فاكم راه الدري جالس هنايا بلا قرايه الله يرحم بها الوالدين نتمنوا من الله التيسير. بالنسبه للدري اللي جابو انا عندي تسجيل صوتي ديالو حقاش انا هضرت معاه واتساب انا والولد ديالي وسجلته تيقول لي انا الورق خليتهم عند من قال لي باك انا سجلته. وعاود ثاني من مشينا للقنصليه القنصليه اتصلت بالاب ديالو تيقول لي هاهما عندي قال القنصليه هاهما عندي وهو من يهضر معاه الدري قال لي هاهما عندي دياولي انا اللي درتهم ليك وانا اللي طلعتك ودابا انا اللي هبطتك وهاهما عندي الوراق وهاهما الوراق انت شديتيهم وحياه الدري محشومه عليك محشومه عليك تكرفس عليه وتعدى عليه. وكانوا بيناتكم مشاكل هذيك الكبده ديالو انا وياه وخا بيناتنا المشاكل تفارقنا كل واحد شد طريقه هو الله يسهل عليه وانا الله يسهل عليا ولكن باش يادي الدري بهذه الطريقه هذه انا كبير وما تقبلتهاش مني ردني انا ودت من ازمه نفسيه كبيره وقفت على رجليا غير بزز معسك دري يلاه في مقتبل العمر يلاه عنده 14 عام هذا جينا عند السلطات المغربيه تو عنده الجنسيه الاسبانيه خاص الاجراءات تجي من لهيه هضرنا مع الناس في اسبانيا وقالوا لا الدري في المغرب خاص يتبع المسطره القانونيه ديال المغرب. ايوا هاد الدري دابا واش مغربي ولا اسباني اللي بنعرف انايا ما تسبي ما عندوش باسبور ديال المغرب وقيلا ما انا ما الوحيد الجنسيه انا ما اظن هو عنده الجنسيه الاسبانيه داخل المغرب بجنسيه اسبانيه باسبور احمر يعني هذا جنسيه اسبانيه دابا وحيده ما عندوش حتى الجنسيه المغربيه حاليا ما عندوش. ايوا باش حنا مشينا انا يقول لك راه اسباني مشينا هنا يقول لك راه مغربي ولقاو لنا شي حل تنتمنى من السلطات سواء المغربيه سواء الاسبانيه اللي كان فيهم شي حد يتدخل ويعاون الدري هذا راه جالس بلا قرايه اش نصيفطو انا يتشمكر. شوف اختي شكرا شوف واحد الرساله غنوجهها للاب ديال هذا السيد الدري وحده والله الا ما قدرتش نبينو لكم لانه قاصر 14 عام وشوف الام تتبكي والله الا حشومه عليك بوات الدري هذا كاين جيت بورغوس اسميت هذاك البيبلو
اراندا دي طوير واه دي دوير واحد هاد الناس ديال هاد البيبلو هذا يعني واحد القريه من واحد ديال بورغوس من واحد ديال مدريد فوصلوا لي هاد الرساله بطبيعه الحال شوف هاد الدري ولدك تيبقى ولدك بغيتي ولا كرهتي لانه حامل النسب ديالك و تيبقى اسباني الجنسيه يعني واخا تبقى تلعب داك يعني بالطريقه هذه ما الدري غيطلع غيطلع غيرجع لهذا فاجع نفسك وشوف ولدك على الاقل الطريقه ديالك هذه ما بقاتش مراتك طلقتيها الله يعاون ولكن الدري شنو دار لك صعيب 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 دير متابعنا مشاهدنا الكرام الى بث مباشر اخر دائما من مدينه بني ملال او احدى نواحيها او احدى اقاليمها تحيات اخوكم طارق دائما اسعد الله اوقاتكم بكل خير والى اللقاء.